الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر، وكالصائم لا يفطر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا، كلما غدا أو راح. متفق عليه.